القوات المسلحة المصرية دائما وأبدا جاهزة للدفاع عن حدودنا وأمننا القومي، إلى جانب جاهزيتها دوما للعون وتلبية احتياجات الوطن والمواطن. والقوات المسلحة هي ذراع الدولة المصرية لتحقيق المشروعات القومية بمعاونة أجهزة الدولة المختلفة. كلمة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، يسعدنا تشريف سيادتكم لنا اليوم للاحتفال بخروج ماكينة حفر الأنفاق من الضفة الشرقية لقناة السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 إيذانا بالانتهاء من أعمال حفر وتبطين النفق، والذي يعد ضمن 5 أنفاق أسفل قناة السويس وجهتم سيادتكم بإنشائها لربط سيناء الحبيبة بباقي أنحاء الجمهورية وفق تخطيط مدروس ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة ضمن رؤية مصر 2030، وقد تم افتتاح 4 منهم بتشريف سيادتكم: نفقي تحيا مصر بشمال الإسماعيلية، ونفقي 3 يوليو جنوب بورسعيد، وفي المستقبل القريب وبعد اكتمال نفق الشهيد أحمد حمدي 2 سيصبح في محافظة السويس 2 نفق يخدم كل منهما اتجاه مروري واحد من حارتين بدلا من نفق واحد يخدم اتجاهين كل من حارة واحدة، مما يساهم في تنمية حركة السياحة والتجارة بجنوب سيناء. واليوم تنتهي مرحلة الحفر والتبطين لنفق الشهيد أحمد حمدي 2 الجاري تنفيذه طبقا لمتطلبات الأمن والسلامة وبنفس المواصفات العالمية التي تم تنفيذها في الأنفاق السابقة. ويتكون النفق من 2 حارة مرورية كل بعرض 3.6 متر، والقطر الداخلي للنفق 11.4 متر، والقطر الخارجي 12.6 متر، والارتفاع الصافي داخل النفق 5.5 متر، وبلغ طول النفق 4250 متر، منهم حفر نفقي بطول 3400 متر، وحفر مكشوف بطول 850 متر. وقد شارك في تنفيذ المشروع 5000 مهندس وفني وعامل حتى الآن من خلال تحالف شركتين مصريتين وطنيتين، شركة بتروجيت وشركة كونكور، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المكاتب العالمية لتقديم الاستشارات الفنية وصولا لأعلى مواصفات ومعايير الجودة العالمية. وقد كان الإصرار سيادتكم على تنفيذ هذا المشروع العملاق بشركات مصرية وطنية أكبر الأثر في اكتساب هذه الشركات وأطقم الإشراف لخبرات عالمية ساهمت في تنفيذ الحفر النفقي بسواعد مصرية خالصة وفي أزمنة قياسية، حيث تم استغلال فترة تجميع وإعادة تأهيل ماكينة الحفر بالموقع في تنفيذ الأعمال الآتية: أعمال الحفر المكشوف، إنشاء مداخل ومخارج النفق، المحطات المساعدة، صب الحلقات الخرسانية اللازمة لتبطين جسم النفق بإجمالي 1625 حلقة، صب وحدات سطح الطريق للنفق بإجمالي 3130 وحدة، مما ساهم في تحقيق معدلات تنفيذ قياسية فاقت كافة المعدلات العالمية، حيث تم تجاوز المعدلات العالمية لتنفيذ الحفر النفقي والذي يبلغ 70 متر طولي على الشهر بدءا من 135 متر طولي على الشهر بأنفاق 3 يوليو
حتى 195 متر طولي على الشهر بأنفاق تحيا مصر، وصولا لمعدل 270 متر طولي على الشهر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2. كما تم اختصار المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، حيث بلغت 25 شهر بأنفاق تحيا مصر، 21 شهر بأنفاق 3 يوليو، لتصل إلى 12 شهر فقط بنفق الشهيد أحمد حمدي 2. ومن المنتظر أن تصل المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع إلى 26 شهر فقط، ليتم افتتاحه إن شاء الله في يونيو 2021. ولأول مرة تم دمج أكثر من نشاط في توقيت واحد، حيث تم تركيب وحدات سطح الطريق بالنفق بالتزامن مع أعمال الحفر النفقي، بخلاف ما تم تنفيذه في الأنفاق السابقة، حيث كان يتم تركيب هذه الوحدات بعد انتهاء من أعمال الحفر النفقي في مدة 8 أشهر. فقد تم تركيب 2150 متر طولي منها، تمثل 65%، ومتبقي 35% يتم تنفيذها خلال شهرين من الآن، بتوفير 6 أشهر من مدة التنفيذ للمشروع. كما تم استغلال فترة توقف أعمال الحفر النفقي لأغراض الصيانة لماكينة الحفر النفقي في تنفيذ أعمال وحدات الصرف السطحي، مد مواسير الصرف، تركيب وحدات النيوجيرسي. وقد كانت لتوجيهات سيادتكم بتدبير 4 ماكينات لحفر الأنفاق بتكلفة 2 مليار جنيه عام 2015، سببا مباشرا في إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة بالعملة المحلية بقيمة تقل بنسبة من 30% لـ35% عن الشركات الأجنبية. فقد غطت تلك الماكينات تكلفة تدبيرها بعد تنفيذ مجموعتي أنفاق تحيا مصر وثلاثة يوليو، لتحقق قيمة مضافة لهذا المشروع ومشروعات الأنفاق المخطط تنفيذها مستقبلا، حيث تم تنفيذ الكيلو المتر الطولي من الحفر النفقي بهذا المشروع بتكلفة 1.42 مليار جنيه، والتي تقل بنسبة 25% عن أنفاق تحيا مصر، وبنسبة 39% عن أنفاق 3 يوليو. استنى يا هب، استنى. اتفضل يا فندم. مدير شركة كونكورد وبتروجيت موجودين؟ موجودين يا فندم. طيب، أنت بتقول 1.4 مش كده؟ تمام يا فندم. أنا بس هفكركم لما خلصنا الأنفاق بتاعت بورسعيد والسويس والإسماعيلية، قلتوا إن إحنا عايزين نشغل الناس. مش كده يا هب؟ تمام يا فندم. كويس. يا كامل. مش كده؟ فقلنا يا جماعة إذا كنتوا عايزين، إحنا مش مخططين في المنظور اللي إحنا فيه ده إن إحنا نشتغل في نفق الشهيد أحمد حمدي لغاية لما نقدر ندبر ما نضغطش على نفسينا. وأنا قلت لكم ساعتها إلا إذا يا إيهاب، أيوة فضل، كان الكيلو برقم غير اللي أنت بتقول عليه ده خالص. فإحنا إذا كان كلامنا زي ما اتفقنا هيبقى كلام جميل ان شاء الله زي ما اتفقنا. طيب ان شاء الله خلاص تمام، يبقى زي ما اتفقنا. دي واحد. نمره اتنين، انا برضو في مقابل ده في عندنا مشروع اللي هم الانفاق بتاعت اسفل مطار القاهره، المطار القاهره كامل. تمام يا فندم. مش 2 كيلو؟ 2 كيلو يا فندم، حفر نفقي ونص كيلو حفر النفق مفتوح، وطبعا الطريق السطحي، يعني 2 كيلو ونص انفاق، منهم 2 كيلو زي ما حضرتك امرت كده ان حفر بنفس المكنه دي. بنفس المكنه دي يا فندم ان شاء الله. طيب انا بقول لو هتاخده بالرقم اللي انا قلت عليه من الاول في عشان ناخد المشروع ده، هديكوا الاتنين كيلو دول. طبعا. ماشي يا كامل؟ هيبقى يا فندم سعر سيادتك، يعني سعر دلوقتي بقى كام سعر؟ لا لا، خلينا نتكلم كلام مناسب. وانا معلش يا ابا انا قطعتك. اتفضل يا فندم. شوفوا، احنا لما جينا نعمل الانفاق ديت، من الفكره ديت من 3-4 سنين، كان حلم ان احنا نعمل الكلام ده بايد مصريه
ومكان مصري وبتكلفة كمان مرشدة كتير عن يعني لو استخدمنا شركات أخرى من خارج مصر يعني. وبالتالي بقى في النهاردة 6 شركات شغالين ولا 4 شركات أربعة شغالين في الموضوع دوت، بالإضافة للمقاولين العرب وراسكم مش كده؟ أيوة فهم. طيب فأنا ساعة لما أنا بقول الكلام ده دلوقتي وإحنا بنتكلم فيه وإحنا بنفتتح الكلام ده، ساعة لما قلنا الكلام ده كان بعيد علينا، كان بعيد علينا وكان حلم يا معقول هنجيب نشتري مكان من بره. لما قالوا لي يعني قلت لهم هنجيب المكان ده خطر، والطيار اللي مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال يعني في اللي هم المحاذير بتاعت فنيات المشروع، قلنا نعمله حتى لو ان احنا استعنا بخبرات اجنبيه بس نعمله احنا. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده النهارده واحنا بصدد فعلا خلصنا 5 انفاق. كان كل يوم اثناء ما انفاق بورسعيد والاسماعيليه كل يوم اسال كامل عليهم اخد تمام. في النفق ده كنت كل اسبوع ولا 10 ايام اخد اسال ايهاب عليهم. ده نتيجه ايه؟ الاطمئنان ان احنا اكتسبنا الخبره، وده امر يعني ما يقدرش كتير. خلاصه الكلام ان لما يكون عندنا موضوع وباين عليه صعب وصعب تحقيقه ابدا ندخل فيه بفضل الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالإرادة وبالإخلاص، ولازم ربنا هيساعدنا وهننجح فيه. فأنا بس بقول الكلمتين، الرقم اللي احنا اتفقنا عليه أهاب تمام. هو اللي احنا متفقين عليه تمام يا فندم. شكرا. واحنا نستأذن سيادتك، احنا قادرين دلوقتي ان احنا نشتغل في 4 انفاق في توقيت واحد. الشركات اللي موجودة عندنا احنا كنا عاملين تحالف شركتين وشركتين، النهاردة فندم كل شركة منفصلة تقدر تنفذ نفق لوحدها ان شاء الله. ونؤكد لسيادتكم أن رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عازمون على الاستمرار في العمل ليل نهار لنهو المشروع في التوقيت المخطط له بإذن الله. سيادة الرئيس، نعاهد الله ثم سيادتكم على بذل الجهد والعرق وتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة وطننا الغالي لتحقيق تطلعات شعبنا العظيم نحو مستقبل مشرق بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى أهاب، أنت متأخر ليه في شرق القاهرة؟ الكباري بتاع شرق القاهرة والطرق والمحاور اللي بتتعمل، إيه اللي مأخرك؟ بصراحة أنا إحنا على الهوا دلوقتي. تمام يا فندم. ليه؟ طب يا فندم يعني أنا أستاذن سيادتك، إحنا أول ما بدأنا عرضنا على سيادتك التخطيط العام لمنطقة شرق القاهرة، احنا كنا بنسعى ان احنا ننفذ الكوبري الواحد في 3 شهور، وربنا قدرنا في الـ6 كباري الاولانيين ونفذناه في 3 شهور للكوبري، ولكن طموحاتنا عاليه واحنا يعني كضباط في القوات المسلحه ومهندسين بنسعى دايما ان احنا نطور نفسنا. احنا فضل من عند ربنا يا فندم، احنا بننفذ الكوبري دلوقتي في زمن قياسي، بننفذه في 2 شهر، ويعني انا اعتقد ان ده ممكن يدخلنا موسوعة جينيس يعني لو قدمنا فيها. اللي بيحصل ده فندم، انا مش عشان انا رئيس الهيئة الهندسية ولا انا بقود مجموعة محترمة يا كامل. طيب هو الظروف غير الظروف يا فندم. لا يا فندم، دول 6 ولادي وانا اللي معلمهم. تمام يا فندم. طيب قول يا اهاب، احنا عملنا كام كوبري؟ هو فندم لو احنا هنتكلم على الخطه اللي تمت من خلال الـ4-5 سنين اللي فاتت، احنا تقريبا يا فندم عملنا 319 كوبري، ولكن لو جينا نتكلم يا فندم على الغرب على شرق القاهره، احنا النهارده فندم عملنا 38 كوبري في خلال الـ4 أو 5 شهور اللي فاتوا. واحنا فندم لما عرضنا على سيادتك الموضوع ده من حوالي 5-6 شهور، كنا عاملين تصور كامل لمنطقه شرق القاهره، سواء مصر الجديده، المطريه، الحلميه، لغايه ما نوصل لبهديم، وفي الاتجاه الثاني في اتجاه جنوب لغايه ما نخلص مدينه نصر. كان الفكره الرئيسيه عندنا فنم ان احنا نفك
الاشتباكات المرورية اللي موجودة داخل المنطقة شرق القاهرة، ودي كانت صعبة جدا جدا. ويمكن الناس السكان اللي عايشين في مصر الجديدة دلوقتي يحسوا بالفرق اللي بيتم. احنا كنا وانا كنت من السكان اللي موجودين هناك، كنا بنتحرك جوه مصر الجديدة يا فندم، باخد لي داخل مصر الجديدة على الاقل على بال ما اتجاوزها على الاقل نص ساعة. النهاردة انا بلف وبتحرك جوه مصر الجديدة في 5 دقايق. نفذنا المرحلة الاولى وربنا كرمنا فيها، سيادتك اديت امر ان احنا نعمل المرحلة الثانية. المرحلة الاولى سيادتك كان فيها 6 كباري، المرحلة الثانية كان فيها 8 كباري. وانا عايز اقول لسيادتك ان المرحلة الثانية دي اصعب مرحلة احنا نفذناها، ويمكن في خدمتي كلها في القوات المسلحة وانا راجل مهندس، موضوع صعب جدا جدا. المنطقة بتاعت المطرية والحلمية والاميرية فيها فنم حجم اشتباكات مرافق غير طبيعي. عندنا في نفق رئيسي للصرف الصحي، واخواتنا في وزارة الاسكان عارفين الكلام ده، واحنا عاملين معاهم تنسيقات عالية جدا. نفق تقريبا 1800 ملي في خطوط مية وخطوط صرف. انا عايز اقول لسيادتك ان يعني في خطوط ومرافق غير معلومة. عشان انفذ كوبري بحجم الخوازيق اللي موجودة فيه القواعد العميقة ونفذ الكوبري في التوقيت ده، انا بعتبر ان ده يعني فضل من ربنا ان احنا قدرنا ننفذ الكلام ده. احنا تقريبا بدينا فنن بقالنا شهر ونص في المنطقة بتاعت الحلمية والمطرية، وان شاء الله يعني على نص رمضان احنا النهاردة خلصنا كوبريين، وقدامنا 3 ايام ونخلص او اسبوع نخلص الكوبري الثالث. هيبقى متبقي لنا سيادتك 8 كباري، 5 كباري من الـ8 بعون الله تعالى على قبل رمضان، ويمكن الاسبوع الاول في الشهر بعد العيد هنكون انتهينا من 8 كباري بنسبة 100%. بالنسبة لمدينة نصر واحنا شغالين يا فندم في المرحلة الثانية، سيادتك اديت امر ان احنا نشتغل في المرحلة الثالثة اللي هي واخدة طريق النصر بالـ4 كباري اللي موجودين هناك. عملنا كوبري يوسف عباس وده كوبريين، ونسقنا مع سيادة الفريق كامل وزارة النقل عشان نفصل مسار المونوريل اللي ان شاء الله مخطط انه يتم، وفعلا فصلناه ونفذنا الكوبري. بدل ما يبقى على جسم كوبري واحد عملناه جسمين، اتجاه رايح واتجاه راجع، والحمد لله رب العالمين الحركة المرورية ماشية عليه بقالها اسبوع. الكوبري اللي يليه كوبري ميدان شارع الطيران، وده الحمد لله برضه سيادتك انتهينا منه بالكامل. كوبري الشهيد هشام شفيع هشام بركات، هشام بركات كوبري الشهيد هشام. حاضر يا فندم. تمام. انتهينا من الكوبري ميدان رابعه او شارع الطيران ده، قلت بقى الشهيد هشام بركات بقى كوبري الشهيد هشام بركات برضه سيادتك نفذناه في شهرين. احنا عندنا دلوقتي الكوبري بتاع اول عباس العقاد، الكوبري ده فنم برضه فيه مرافق كتيره جدا، واحنا عاملينه مركب شويه عشان حركه المرور من دخول لعباس العقاد مع شارع النزهه. ان شاء الله فنم احنا مخططين على يوم 5 ان شاء الله او 10/5 هنكون منتهيين من الكوبري. بعد كده فنم في كوبري العروبه، وده كوبري احنا رجعنا سيادتك فيه اكتر من مره، ورجعنا الدكتور مصطفى والحمد لله استقرينا. ان شاء الله برضه فنم هيبقى كوبري محترم جدا معدي النفق بتاع العروبه، ماشيين فيه بخطه كويسه جدا ان شاء الله. ونتمنى من الله ان احنا بكتير يوم 10/5 نتمنى من الله ان نكون انتهينا منه تماما ونزلنا عليه حركه المرور. سيادتك كنت موجه ان احنا نحاول نخلص الكباري دي قبل شهر رمضان، والحمد لله رب العالمين احنا ماشيين في هذا الاتجاه. في كوبري تاني يا فندم في مدينه نصر على طريق الصاعقه في اللي هو الطريق الدايري بتاع المطار، احنا برضو ماشيين فيه كويس جدا، وان شاء الله برضو 10 ايام نكون انتهينا منه. ده الخاص بالكباري او المرحله الثالثه في تطوير شرق القاهره. المرحله الرابعه فندم اللي احنا كنا عرضناها على سيادتك اجلتها عشان ما يحصلش تكدس مروري ومشاكل السكان المحليين، ما يبقاش فاتحين القاهره في كل حته ومدينه نصر ومصر الجديده. ولكن احنا ان شاء الله خلاص احنا اول ما ننتهي من الـ4 كباري بتوع مدينه نصر هنبدا على طول في تطوير الكوبري الـ4 كباري اللي هيتعملوا في اتجاه مصطفى النحاس. ربنا يسهل ان شاء الله، الدراسات هتتعرض على سيادتك بقى نهائيه خلال الاسبوع ده ان شاء الله.
ده فندم الحركه الداخليه داخل شرق القاهره. طب احنا فندم حررنا المرور داخل شرق القاهره، مش هنقدر نتحرك بره شرق القاهره ولا نطلع ولا ندخل من شرق القاهره بعد ما عملنا السيوله المروريه العاليه دي. كان توجيه سيادتك ان احنا نبدا فورا ونبدا نرفع كفاءه طريق السويس. تقريبا احنا ضعفنا طريق السويس، خليناه سيادتك 9 حارات في اتجاه السويس و 9 حارات في اتجاه القاهره. طبعا عمل انفراجه مروريه عاليه جدا وعمل تفريغ عالي لسكان شرق القاهره. على التوازي يا فندم، سيادتك اديت اوامر ان احنا نبدا في تطوير طريق الاسماعيليه، وفعلا ان شاء الله هيبقى الطريق ده يا فندم 7 حارات رايح و7 حارات راجع. 7 ولا 8؟ لا 7 يا فندم. الطريق ده احنا بدانا فيه، وكان توجيه سيادتك ان احنا نحاول قبل رمضان نخلص الجزء ال 19 كيلو اللي هم في المدخل اللي هم عليهم توهجات سكانيه عاليه، واحنا بعون الله تعالى على يوم الخميس ان شاء الله هنكون نزلنا الطبقه الرابطه لل 19 كيلو دول ان شاء الله. انا عايز يعني بس اقول لسيادتك ان في مجهود كبير جدا بيتعمل، مش مننا كضباط للهيئه الهندسيه، طبعا الضباط باذلين مجهود وانا يعني بفتخر ان انا بقود هذه المجموعه، ولكن عايز اقول لسيادتك الشركات اللي شغاله معانا، الشركات اللي شغاله في الطرق وفي الكباري يمكن خلال الازمه بتاعه الكورونا دي رفضوا انهم يتوقفوا، واحنا يعني كنا نفذنا جميع الاجراءات عيادات عفوا عيادات متنقله. صدرنا من السيد القائد العام على قيام اداره الحرب الكيميائيه بتطهير وتعقيم جميع المعدات، جميع المعسكرات بتاعه العماله، جميع مواقع العماله. سيادتك حتى الشركات يا فندم، كل شركه بالرغم ان في عيادات متنقله من وزاره الصحه، كل شركه فاتحه عياده عندها وعينت دكاتره وعينت تمريض ووفرت كل الاجراءات. الشركات الكبيره فندم وفرت عربيات اسعاف للطوارئ. عايز اقول لسيادتك الشركات متعاونه وكلهم بيبذلوا مجهود كبير جدا عشان يامنوا عمالهم، لان العماله عندنا في مصر يعني انا كلنا سيادتك بنعتبرها ثروه قوميه، ولو لا قدر الله حصل فيها اي هزه احنا كلنا هنتهز والاقتصاد بتاعنا هيحصل فيه مشكله، ولكن الناس يا فندم متفاهمين للموضوع، واحنا ما رجعناش الناس العمل بالرغم ان في مواقع فيها تنفيذ انشاء غير الطرق والكباري. احنا استاذنا سيادتك بعد ما طبقنا انهم يرجعوا للعماله تاني، بعد ما الشركات طلبت انها ترجع، وبعد ما نفذنا جميع الاجراءات اللي اتفقنا عليها مع السيد رئيس الوزراء في وجود وزير الاسكان ووزير النقل والاتحاد العمال. ان شاء الله فنم يعني ربنا يتمها على خير ويسترها وما يحصلش عندنا اي حاجه. الناس باذله مجهود، وده بالنسبه للطرق. انا عفوا يعني دخلت الحاجه الثانيه يا فندم، خدنا محور برضو سيادتك رئيسي سيادتك وتصدقت عليه اللي هو محور الطوارئ، وده سيادتك اللي هو محور ابراهيم العرابي. المحور ده فندم تقريبا 12 كيلو 5 حارة مرورية في اتجاه في كل اتجاه، اتعمل عليه فندم 8 كباري تم تنفيذهم وانتهينا منه. الكوبري ده بيربط جسر السويس بالطريق الدائري خارج في اتجاه طريق الاسماعيلية. يعني احنا كده سيادتك شكلنا ان شاء الله هنشكل المحور بتاع مصطفى النحاس ده، ده هنربطه من خلال عزبة الهجانة بطريق السويس. المحور الثاني السكه البيضاء او طريق النصر عفوا، طريق النصر، طريق صلاح سالم، طريق ابراهيم العرابي، كل ده بيعمل تفريغ لمنطقه جنوب المترو في شرق القاهره. المنطقه الثانيه يا فندم اللي هي شمال مترو الانفاق، واحنا في اتجاه شرق القاهره برضو الكباري الجديده اللي بنعملها دي يا فندم هتربط محور تحيا مصر وهتربط محور شبرا بنا. يبقى كده يا فندم احنا قدرنا ان احنا نعمل سيوله مروريه داخل صندوق او حيز شرق القاهره
وقدرنا كمان نعمل محاور لخروج ومحاور عودة لشرق القاهرة. معلش يا فندم يعني عطل سيادتك دقيقة، احنا يا فندم عرضنا على سيادتك ايه اللي هيتعمل في غرب القاهرة ودرسناه وحضرتك صدقت على بداية التنفيذ. احنا فعلا يا فندم بقالنا شهر في تطوير طريق الفيوم 16 كيلو، طريق الطريق الموازي والطرق حول المتحف المصري. كمان سيادتك امرت ان احنا نعمل كباري في منطقه مشعل في الهرم عشان نحل مشكله شارع الهرم من بدايته، وبنعمل كوبري برضه يا فندم على محور المريوطيه عشان يحل مشكله الشارع بتاع الموازي لشارع الهرم. منصورية. ايوه منصورية. شارع فيصل. واحنا كنا قلنا المنصورية كمان يا إيهاب. اللي هي يا فندم؟ منصورية. ما هو المنصورية عفوا. طيب. المريوطية المنصورية. طيب ماشي. احنا منفذين فيها يا فندم معدلات عالية، وإن شاء الله خلال الأسبوع الجاي زي ما يعني احنا يعني بننفذ وعرضنا على سيادتك النهاردة، احنا بننفذ المشاريع بتاعتنا وبنعمل لها متابعة، بنصورها ونيجي نشوف إيه الأخطاء ونقعد مع الشركات. وان شاء الله هنعرض على سيادتك الاسبوع الجاي الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات دي. انا كنت عايزك بس يا هابب تذكر يعني للحضور وحتى للمصريين اللي بيسمعونا، انت اتكلمت على تقريبا 40 كوبري في منطقه شرق القاهره تقريبا يعني. ايوه فهم. وعايز اقول ان انت ذكرت برضو اللي بيتعمل في غرب القاهره وحتى اللي في وسط القاهره، اللي احنا الحته اللي خاصه في منطقه عين السيره ومجرى العيون ومش كده والمتحف. تمام يا فندم. انا بس عايز اقول للمصريين ايه، انتوا عارفين 40 كوبري يعني كم؟ كلمه كم دي لازم دايما تبقى حاضره، وانا قلنا الكلام ده قبل كده. لو انت قلت متوسط سعر الكوبري 400 مليون، 300 مليون، لو 300 مليون 12 مليار، لو 400 مليون 16 مليار. احنا مش بنعمل كوبري بس، احنا بنعمل كوبري ومحور. تمام. مش كده؟ تمام. فيعني يعني بناخد طرق بنغير، اذا كان لقينا فرصه ان احنا نغير مواسير الميه بمواسير ميه صحيه بنروح عاملين الكلام ده. تمام. مش كده؟ كل يا فندم. انا بس عايز اقول لينا كلنا، احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين بمعدلات يعني والله فيها كتير كتير من كرم ربنا سبحانه وتعالى لينا ان احنا نعمل الكلام دوت في بفلوس واموال هائله. وبالمناسبه ديت احنا للعماله، عشان انا جات لي شكوى ان العماله مش موجوده، انا بقول يعني رسالتي للعماله، احنا حرصنا على ان احنا نوفر في كل مواقع العمل المختلفه التامين اللازم، وهنامن اكتر بالتنسيق مع وزاره الصحه والشركات ووزارة الدفاع محمد، عشان نقدر نكمل. أي حد عايز يشتغل من فضلك اطلع على العاصمة، اطلع على رشيد، اطلع على المنصورة الجديدة، اطلع على العالمين، في شغل. مش كده يا إيهاب؟ تمام. عشان نرجع لمعدلات الأرقام اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. لو حطينا بقى معاهم اللي احنا المشروع الكبير يا دكتور مصطفى بتاع تبطين الترع، احنا بنتكلم بقى في عدد كبير جدا جدا داخل أحزمة ونطاقات القرى والريف يعني والمحافظات. واحنا يعني الكلام اللي احنا قلناه ده يا دوبك بس هنجهز الدراسات بتاعته وننطلق في خلال أسابيع قليلة عشان المشروع ده نقدر نعمله في خلال سنتين زي ما وعدنا. انا اللي انا عايز اقوله هنا بس ليكم في مصر وانتوا بتسمعونا، الحكومة بتشتغل والله ليل ونهار عشان معدلات النمو اللي احنا كنا بنحلم بيها واللي تأثرت كثيرا بالظروف اللي احنا فيها ديت، احنا مصرين على ان احنا نشتغل بنفس المعدلات ويمكن زيادة. بس انتوا لازم تبقوا معانا وتساعدوا معانا في الامر ده. وانا بقول الكلام ده لان يعني جات لي شكوى في الكوبري بتاع العروبة يا إيهاب. أيوة. فقالوا لي يعني إيه خلي الناس ما تبطل شغل بالليل. قالوا لي خلي الناس إيه. أيوة فهمت. أنا بكلم جد والله. تمام. قلت لهم والله العظيم الدق في دماغي
ال 24 ساعة، بس أنا مش هبطل. الكوبري ده المقاولين المهندس محسن قال لك طب هو بيقول لي اعمل بسرعة، طب أنا هخليه يتبسط يعني. على كل حال ساعدونا بإن احنا لما نقول مفيش بناء من غير ترخيص وما نتجاوز نحافظ على كده. بالمناسبة الرخصة ده عقد بين صاحب العقار اللي بيبني وبين الدولة، عقد يعني يعني التزام. انت بتقول لي انا حابني 4 ادوار تبنيهم 10 ليه؟ بتقول لي انا حابني 4 ادوار وتحت منهم جراج، ما بتستخدمش الجراج ليه؟ ده عقد لازم تنفذ بنود العقد، عشان اولا يعني عشان مصلحتنا، عشان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا كل ده كنا بنحاول نحل مسائل في العاصمة القديمة عشان ما يتقالش ان الدولة هتروح العاصمة الجديدة وتسيب الناس في مصر او في القاهرة، وبرضو الاسكندرية الجديدة وتسيب الناس في اسكندرية. لا لا، كل الناس في مصر دول في رقبتنا، نعمل في كل حتة اللي ربنا يقدرنا عليه. قبل ما انسى، انت عندك حاجة تانية يا انا كنت عايز اقول لسيادتك حاجة يا فندم. بعد سيادتك وسيادتك وجهت في افتتاح المحسمة النهاردة على موضوع الجراشات، احنا فندم النهاردة بنوسع الطرق وبننفذ الكباري، وتقريبا فندم احنا جبنا اخر الشوارع، يعني عفوا يعني جبنا اكبر اتساع نقدر نجيبه للشوارع. بالحالة اللي احنا فيها دي حصل سيولة مرورية، لو حصل كثافة تاني سكانية في منطقة شرق القاهرة الموضوع هيبقى صعب جدا، مش هنقدر نوسع، خلاص يبقى هنضطر نهد ما بين. فانا يعني طالب ان فعلا ان احنا محتاجين ندرس الموضوع ده كويس قوي يا فندم، عشان ما نزودش كثافه سكانيه جوه القاهره تاني في شرق القاهره، ونخش المشكله الاساسيه اللي احنا عملنا عليها الاجراءات وصرفنا عليها المليارات دي بالكامل. حاجه تانية؟